بتزامن مع ذكرى الأربعين لشهداء مسجد الإمام الصادق، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين تنعقد غدا الخميس، واعترافات المتهم الأول لا إكراه فيها. المعلم وبوغدانوف يجريان مشاورات مع القيادة الإيرانية حول مبادرة لحل الأزمة السورية، وطهران تؤكد دعمها لإجراء انتخابات في سوريا تحت إشراف دولي. الجامعة العربية تستنكر القصف التركي على العراق، وقطر تتحفظ على البيان وتؤكد دعمها لتركيا.